شهدت شواطئ مدينة راس البر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أجازة العيد الأضحى، وهربا من موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، ويأتي إليها زوار من كل المحافظات. وقد استعدت مدينة راس البر بطواقم إنقاذ وفرق إسعاف تعمل من أول ضوء للشمس وحتى آخر ضوء، وسط استعدادات مكثفة لمجلس المدينة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ. ودائما ما تحرص أجهزة الدولة على الاستعداد بشكل كبير قبل الأعياد بتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل الحدائق والمتنزهات. وقد شهدت الحديقة اليابانية بحلوان توافدا كبيرا من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. في خامس أيام عيد الأضحى المبارك توافد المصريون على الحديقة اليابانية بحلوان للاستمتاع بأوقاتهم وسط المسطحات الخضراء والمساحات الواسعة والمعالم اليابانية السياحية. جنينة المساحات الخضراء مشهورة بالمساحات الخضراء، مشهورة بالتماثيل اللي موجودة فيها والآثار الموجودة فيها، بالبرجلات الخشبية. فهنا بتوفر في الحديقة الخضرة والمية والوجه الحسن زي ما بيقولوا. الواحد بيجي يهدى أعصابه هنا الدنيا تمام يعني، وبنشوف يعني مناظر حلوة وجميلة، وبنقابل يعني أصحابنا وإخواتنا وحبايبنا وجيراننا وكلنا هنا مع بعض في العيد يعني. جنينة كويسة زي الفل وأمان، وأنظف حاجة على مستوى حلوان كلها، ودي أمان في كل حاجة صدقني، بس أنظف جنينة على مستوى حلوان كلها. كما شهدت حديقة النيل بالمعادي إقبالا من المواطنين الراغبين في قضاء أوقاتهم على ضفاف النيل وسط أجواء ممتعة. قبلها بأسبوع بالظبط بنبدأ نعمل صيانة للجنينة كلها، وبنجهزها للجمهور. عندنا كافتيريا وملاهي للأطفال وحاجات مستعدة ومباشرة على البحر. جنينة جميلة وبنجهنا كل سنة وبيضيفونا بالمشروبات الحلوة والحمد لله يعني. وتحرص أجهزة الدولة على الاستعداد بشكل كبير قبل الأعياد بتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل الحدائق والمتنزهات ليقضي المصريون أجازتهم في راحة وأمان. وكل عام وأنتم بخير. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.